شارك عدد كبير من نجوم وصناع السينما والمسؤولين بالأمس في افتتاح الدورة 30 لمهرجان الإسكندرية السينمائي والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية. كرم المهرجان عدد من النجوم المصريين والعرب، بينهم الفنان نور الشريف والذي تحمل الدورة الحالية اسمه، والمخرج داود عبد السيد، والنجم محمد منير، إلى جانب المخرج التونسي الطيب الوحيشي والمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد. أولا لازم نعرف أن الفن في مقولة مشهورة جدا يعني بتردد، أعطني مسرحا أصنع لك شعبا. فإذا لم نؤمن بهذه المقولة تأكدي أن احنا الإرهاب حيتسلل إلينا وحينخر في جثمان الشعب المصري، لكن السينما والمسرح والموسيقى والغناء والباليه ده كله مش طرف. يعني إذا كان البعض بيتصور أن ده طرف وأن ده شكل من أشكال الطرف والترفيه، لا لا لا. بصي، في كل الحالات أنا بحب اسكندرية وبحب السينما، فأنا موجودة هنا لأني بحب السينما وده مهرجان سينما وبحب اسكندرية كبلد. مفيش حاجة هتهزنا لا السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا السنة دي ولا السنة الجاية. يعني مشاعري وأحاسيسي تجاه اسكندرية وتجاه المهرجان لن تتغير.